دشن معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي البرنامج الإثرائي لأعضاء هيئة التدريس في نسخته الثانية، والذي يأتي كمبادرة رئيسية نحو تحقيق آمال وتطلعات الجامعة نحو الاستثمار في عضو هيئة التدريس ومنحه ما يستحق من فرص على مستوى التطوير المهني والتعليم المستمر. وعبر من خلال كلمته على أهمية الملتقى الإثرائي لأعضاء هيئة التدريس. هذا الملتقى الإثرائي الثاني، وبنجاح الملتقى الأول العام الماضي بحمد الله تعالى، الذي أنتم من ساهم في نجاحه بإثرائه والتفاعل معه، وما قدمته الجامعة من خبرات عالمية في العام الماضي تنطلق بعامها الثاني لكي يكون هناك معرفة جادة لطموحاتنا وأمالنا، وخاصة أن هذا الملتقى موجه موضوعه لأهم ركن في عملية التطوير في مؤسسة الجامعة. وقدم معاليه عرضاً تقديمياً بعنوان توقعات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس طموحات وأمال، أكد من خلالها على أن أعضاء هيئة التدريس يشكلون المحفز الرئيسي لتحقيق مستهدفات التنمية على مستوى مجتمعها المحلي وعلى المستوى الوطني. توقعات الجامعة من الأساتذة في التدريس والإشراف الأكاديمي، كذلك في البحث العلمي والنشر والدلالات على المنهجيات الصحيحة في البحث والاكتشافات والمقارنات وغيرها، والمساهمة أيضا بالنشر العلمي سواء كان من خلال المجلات العلمية أو من خلال المؤتمرات أو من خلال الملتقيات والندوات التي تبرز ما لدى عضو هيئة التدريس من معرفة وتحصيل واكتشافات يشاركها طلبة أو يشارك بها زملاء على مستوى الجامعة أو حتى على مستوى العالم في الملتقيات والمؤتمرات والندوات المختلفة. وقدم سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار عرضاً تقديمياً عن توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، مطالباً الكليات بمبادرات تسهم في تعزيز بيئة التعلم بما يحقق أهداف العملية التعليمية. توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، بحكم أن احنا الآن مقبلين على العام الدراسي الجديد، أن يقوم عضو هيئة التدريس بربط اللي هي هذه التقنيات المختلفة اللي هو يتعامل معها مع المحتوى الدراسي لمنح عملية التعلم والتعليم بعداً إضافياً لرفع مستوى تحصيل الطالب. كما قدم سعادة الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة الدكتور محمد بن سالم الصيخان عميد البحث العلمي بتقديم عرض مشترك حول مسيرة وتطلعات الجامعة في مجالي الدراسات العليا والبحث العلمي. البحث العلمي حقيقة يعتبر وظيفة أساسية من وظائف الجامعات، يؤثر ويتأثر بالبرامج الأكاديمية التي تقدم سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا. من هذا المنطلق حقيقة اهتمت إدارة الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بدعم البحث العلمي من خلال عدة برامج ومسارات لخدمة أعضاء هيئة التدريس وأيضاً طلاب الدراسات العليا. الجامعة بعد شهر 8 بعد شهر شعبان إيش سوت حتى تقفز في البحث العلمي وتدعم البحث العلمي إلى الأمام؟ الحقيقة عدة خطوات اتخذت إيجابية في هذا المجال، منها إجازة تقريباً
30 مجموعة بحثية في للسنة الثانية على التوالي فيما يزيد عن 8 مليون ريال، إجازة 15 مشروع رائد، وهذه بالحقيقة يعني هي كل المشاريع اللي قدمت في رائد كلها أجيزت، عددها 15 فيما تقريبا يصل إلى مليون ريال. تم زيادة عدد الأبحاث الممكن تنشر عن طريق شارك ناشر عفوا من 2 إلى 4، جعل ناشر مفتوح طول السنة وليس مقيد بفترة محددة، سرعة الإجراءات في اتخاذ في أخذ الموافقة في موضوع ناشر. يذكر أن الملتقى الإثرائي الثاني والذي عملت على تنظيمه عمادة التطوير والضمان الجودة انطلاقاً من حرص الجامعة على الاستثمار في كوادرها التدريسية وتعزيزها لثقافة التعلم المستمر عبر حزمة من الأنشطة في شتى الحقول الأكاديمية الضرورية لأعضاء هيئة التدريس. بالنظر إلى الوقت الذي يقضيه الطالب داخل القاعة الدراسية، عن كل عام دراسي سنجد أنفسنا أمام قدر كبير جداً من الساعات، وبقدر أهمية هذا الوقت للطالب يجب أن تستعظم أهميته لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة أكبر. فاليوم وفي ظل وفرة خيارات التعليم وفضاءاته المفتوحة، نحن مطالبين أن نعمل على تحقيق هدف واحد وواضح يتمثل في أن ما يجب أن يتعلمه الطالب داخل القاعة الدراسية هو ما لا يمكنه تعلمه خارجها.